زوزو تعالي، شفتي الانجاز العظيم؟ لقيت فرد شرابات هشام الضايعه، اما اروح ابلغه بقى بالانجاز العظيم ده. انجاز عظيم ايه اللي هتبلغيه بيه يا صافي؟ بس هو انت مش عايشه معانا في الدنيا دي ولا ايه؟ انت ما تعرفيش ان كائنات فضائيه من كواكب متخصصه في سرقه الشرابات؟ انت قفشتي ولا ايه؟ انا بهزر يا زوزو والله، مش قصدي انك بتضيعي حاجه. شرابات ايه اللي اقفش عشانها يا صافي؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ بصراحه انا في موضوع تاني مضايقني منك جدا. انا زعلتك في حاجه؟ لما تروحي تدي السي دي لهشام من ورايا، ده يبقى اسمه ايه؟ عادي يا زينه، لما قلتي لي ان كارما اتخطفت حاولت اعمل اي حاجه عشان اخليه يرجع ويساعدك ان احنا نرجع كارما. وانت ايه اللي خليكي تسرقيها اصلا من عند حوريه؟ وليه ما قلتليش؟ بصراحه كنت متغاظه من حوريه لما طردتني، فعشان كده سرقت السي دي. قلت اوقع بينكم. استريحتي؟ انا وحشه يا ستي. اقوم امشي بكرامتي قبل ما تطرديني انت كمان. لا، وهتروحي فين؟ خليكي قاعده بلاش عبط، ما احنا مضطرين نستحملك، مجنونه وعارفينك. الو. ايوه حسن، مشغول يا ابني مشغول. اكتئاب ايه بس؟ ما تكبرش الموضوع، انا بس فعلا عندي ضغط شغل كتير اليومين دول، مش قادر انزل. والنبي روح انت، انا قلت لك ما تعملش حسابي، ما تضايقنيش. انت بقيت رخم كده ليه؟ معلش، سوري. سلام، هبكلمك. سلام. قلقتي ليه كده؟ انت خايفه انا افشك فتح حاجه ولا ايه؟ انا ما قلقتش، انا زهقت من الفيسبوك بيسرق الوقت. الفيسبوك برضه اللي بيسرق الوقت، مش عشان قاعده على اكونت عمرو بتستوكيه بس يعني. عمرو ايه اللي انا قاعده بستوكه؟ تحب اعمله بلوك عشان ترتاح؟ والله لو واحده عملت الكراش بتاعها بلوك فيعني يا بتحبه يا بتموت فيه تقريبا. بقول لك انا ما عندكش حاجه مفيده تقولها ما تتكلمش. خلاص ماشي. في كلام مهم. صحيح، انت عملت ايه مع مريهان لما جات لك؟ طردتها من البيت. بكحة مش مصدقاها، بتقولي رايحة ادور على الحلق بتاعي عند عمرو علشان انا هبلة وهصدق الكلام ده. طب وليه ما تكونش رايحة تدور على الفلوس اللي سابها وجاية في الشقة؟ الفلوس؟ يعني قليها كده. انت ما بتحسيش ان مريهان دي مريبة وراها حاجة؟ مريبة، بس مش عرفها بالفلوس ومالها بوجيها اصلا. يعني مش عارف، انا مش برتاح لها كده، بس يعني اللي تحاول تعلق خطيب صاحبتها يعني مش بعيد خالص تكون كانت مرافقة جوزها يعني. شكل كلامي دخل دماغك صح؟ طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نزور عمرو في اقرب وقت. بتهيألي يعني بعد ما بقينا شبه متأكدين ان الفلوس هناك لازم نروح ندور تاني. طب ازاي هنروح لعمرو؟ ما انت عارف ان انا وهو سابنا بعض. انتوا سبتوا بعض؟ ما انا وهو لسه بنتكلم عادي. هنروح ايه ده يا صافي؟ رايحه فين؟ داخله لهشام. وده ايه ده؟ هو قالك عايز قهوه؟ لا، بس لقيته قافل على نفسه من الصبح، قلت اكيد عاوز قهوه، وبالمره دخل دول. بس هو متعود يشرب القهوه من ايدي انا، بس انا بس اللي بعرف اعملها له. لا، انا عملت له قهوه امبارح وعجبته جدا. والله برافو عليكي. معلش يا حبيبتي، مش عايزه اتعبك معايا، انا هدخلها له. اوكي، انا هروح اشوف كارما بتعمل ايه. طب استني، هاتي دول كمان.
قلت اكيد نفسك تشرب فنجان القهوه اللي بتحبه من ايدي. اتفضل حبيبي. شكرا. ده انا كنت فاكراك اول ما هتلاقي الفيديو ده هتجري بيه عن نيابه اوام. في ايه يا حبيبي؟ بقالك يومين ما بتعملش حاجه غير الفرجه على البتاع ده، ما زهقتش؟ زهقت من عيشتي وزهقت من الحبسه دي. طيب وايه اللي مقعدك؟ ما تنزل تسلم الفيديو وتكشف سميه. مش شفت الفيديو معايا؟ ما فهمتيش طبعا. طب ما تحاول تفهمني، ممكن اساعدك. افهمك ايه يا زينه؟ خلاص سيبيني في اللي انا فيه. يا زينه مفيش حاجه تقول انها هتغش في الدواء وتاذي المرضى، عشان ببساطه الدواء لسه ما نزلش السوق. فهمك. ولو النيابه استدعتها هي مش هتنزل الدواء، هتبقى بريئه. شفتي بقى؟ طيب خلاص ما تستنى لما الدواء ينزل. بقول لك زهقت بقالي يومين بدور مش لاقي اي حاجه تانية. زهقت. واضح ان انا هفضل محبوس لغايه ما تنزل الدواء. انما هتنزل الدواء امتى؟ طيب تعالى نفكر، هي سميه ليه ما نزلتش الدواء لغايه دلوقتي؟ معرفش، يمكن مش لاقي حد يعمل التركيبه دي بعدي. ده من كتر الناس اللي عندها ضمير في البلد دي يعني. امال ايه؟ تعبت، انا مش عارف. تعبت. حبيبي اهدى عشان تعرف تفكر، اهدى وانا معاك عشان خاطر. هشام؟ هو مين اللي صور الفيديو ده؟ حسان؟ مش ده اللي قتلته سميه؟ طيب وهو ليه ما سلمكش الفيديو ده من الاول؟ اكيد كان خايف يتورط. عشان هو كان شغال معاها على الموضوع ده، مش كده؟ واضح كده طبعا، وحاول يصدرك عشان عارف انك حقاني ومش هتسكت. طبعا. طيب اللي انا مش قادره افهمه، لما هو شغال معاها ليه قلب عليها وكشفها؟ لا لا لا، أكيد سمية دي وراها بلاوي تانية كتيرة غير موضوع الفيديو ده. حسان اكتشفها وما قدرش يسكت، فعشان كده قتلته. احنا لو قدرنا نعرف الحاجات التانية دي هنعرف نمسك عليها حاجة. هنقدر، طول ما احنا مع بعض هنقدر عليها وعلى اللي جابوها. ما تقلقش يا حبيبي. زينب تعالي بسرعة. في ايه؟ سمية على الباب. ما تقلقش، خليك، أنا هتصرف، خليك عشان خاطري. كنت فاكراكي هتخافي تفتحي لي. بس انا مش خايفه منك. لا خافي، خافي قوي كمان. لما نتفق على بكره ويجي بعده واللي انا عايزاه لسه ما جاش، يبقى لازم تخافي. كنت هبه. ايه ده؟ ايه اللي طلعك من اوضتك؟ يلا ادخلي على اوضتك. يلا يا كارما على اوضتك. شفتي ازاي بقى انك مرعوبه؟ بس دي هيكون عندك بكره. بكره ايه؟ انت شكلك مش عارفه تدوري بقى. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ تعالي هنا بقولك، داخله فين؟ وانت مخبيه مين جوه؟ مالكيش دعوه، ما اسمحلكيش. تعالي هنا بكلمك. وريني عضلاتك بقى. الواضح ان عندك ضيوف، معلش هديكي مهله لغايه بكره تدوري على سيدي كويس وتجيبيهولي، فاهمه؟ انا متصح في حوار وانت الوحيد اللي هتنقذني. انت معاك حريه ولا ايه؟ حريه ايه اللي هيجيبها هنا؟ انا اللي متسوح. عايز ايه يا ابني؟ انا مشغول مش فاضي ورايا 60,000 حاجه. والله العظيم هعطلك، ما تفهم بس، ما هنروح البيت وهنيجي تاني. بيت مين؟ بيتك انت مش غيرت كرون؟ انا محتاج السكس ضروري وحالا. لا حالا ايه؟ اديني على الاقل ساعتين عقبال ما اخلص شغل فيه. لا 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 لا، ساعتين ايه؟ مش هينفع، انا عندي حفله ولازم اتمرن. هاخدك بس على الموتوسيكل هوا وهجيبك تاني. حفله ايه اللي على الصبح دي؟ يا عم لسه مش على الصبح، في مركز الروسي الساعه 5 بس. بقولك لازم اتمرن انا. مش عارف. طب هي حوريه رايحه الحفله دي؟ معرفش،
انت ها هتعمل ايه؟ طب ايه اعمل ايه؟ كويسه؟ لا يا عم مش كويسه من غيرك. ها اطمنت؟ يلا بقى يا عم عشان متاخر والله. ايه الحركه؟ انت مشغول فعلا يعني؟ طب يعني عادي انا ممكن اخد المفتاح اروح اجيب الساكس وارجعه تاني مكانه. مفتاح ايه؟ مفتاح شقتنا؟ امال يعني مفتاح شقتنا؟ بس اسمع ما تقلبليش البيت بقى وتعمل لي مشاكل وتجيب لي ناس يتمرنوا عندك تاخد السكس وتمشي على طول. انا هاخد السكس واجيبه تاني ما تقلقش. هب بس بقول لك ايه بقول لسه منظف اوعى يا عم انا هبوظ ايه ولا هعمل ايه؟ هب بس المفتاح ما تقلقش يا مش عايز زروطه. ماشي يعني لازم تروحي بنفسك. انا مش عايزاها تيجي لحد هنا. المره اللي فاتت كان في بينها وبينك باب. ليه ما اتفقتوش تتقابلوا بره؟ لازم في البيت عندها. خلاص اهي جت كده يعني هتعمل لي ايه؟ يعني هتاكلني؟ انت بتترعش ليه يا حبيبتي؟ لا يا حبيبي ولا حاجه، ده بس عشان انت قريب مني. كارما رايحه فين؟ طب انا هخلص سكاننج لغايه ما تجهزي. قولي لي رايحه فين؟ احنا مش كنا بنذاكر؟ انا مش عاوز اذاكر. ليه؟ لازم المذاكره دي حلوه، المذاكره دي حلوه. يا كارما حلوه حلوه حلوه. مش كفايه لعب بقى ونذاكر شويه؟ الامتحانات قربت ولا ناويه تضيعي الاجازه باللعب؟ ما تقلقيش انت روحي مشوارك وانا هذاكر لكارما. مش كده؟ مش هتعرفي يا صافي. كارما عارفه هتذاكر ايه وازاي. لا ما انا سهرت امبارح بالليل قريت المناهج بتاعتها. ما تقلقيش عليها خالص. سيبي لي كارما اليومين دول وانا هظبطها لك تمام. مش كده؟ يلا ادخلي يلا. شفتي نسيتيني قهوه بابي. خلصت؟ سكانر بطيء بس قربت. تفتكر سميه هتبلع الحركه دي؟ هي مش عايزه سيدي جلسه تشبع بيه بقى. زينة لو خايفة أروح أنا. تروح أنت إزاي بس؟ كده سمية تبقى عارفة إن إحنا بنلعب عليها. تفضل. تسلم إيدك. مظبوط أكتر من إمبارح صح؟ أوي. أنا كنت فاكر إنه بس أمي وزينة اللي بيظبطوا قهوتي، في حد تالت أهو. اي خدمه. ايه ده؟ دي جمصه صح؟ اكيد كنت بتصيفي وانت صغيره هناك. اكيد، ومين فينا ما صيفش في جمصه وهو صغير؟ عادي يعني انا ما روحتش جمصه وانا صغيره. معقوله؟ انت ناسي يا صافي؟ زينة تربيه الكويت. ده انت فاتك كتير قوي يا زوزو. السوق والملاهي والسينما الصيفي. تلات افلام عرض مستمر. انت اكيد ما تعرفيش السينما الصيفي. لا اعرفها اكيد، شبه سينما السيارات. ايوه نفس الكونسبت يعني. كونسبت. طب يلا خلاص كفايه صور لحد كده، انا اتاخرت مش عايزه سميه تطب علينا. يلا هو خلاص كده خلاص تمام. عايزك اول ما توصلي تكلميني وتسيب الخط مفتوح، عايزه اطمن عليكي. زوزو ما تقلقيش يا حبيبتي، كل حاجه هتعدي على خير، ولما ترجعي هتلاقي مكرونة بشاميل جاهزة وناكلها في صحة سمية والمقلب اللي عملناه فيها. هروح أنا أبتدي بقى. في حاجة تاني؟ نسيت حاجة مهمة جدا. سبعة وتسعين كده بالظبط بقى السيدي اللي خدتيه من مرامي. لا عادي، بس ما كانش عاجبني خالص القلش اللي عمالين تقلشوه عليا انت وصافي. قلش ايه يا حبيبتي؟ انا كنت بحاول افكك بس. واضح ان صافي فكت على الاخر. ها عندك حق صح. مش عارف، طول عمرنا نعرف يوسف وصافي بس اول مره اشوفها كده. كده يعني ايه؟ كده يعني صافي دي أكبر مثال على اللي كنا بنعمله فيكم. صافي كانت مع يوسف مكشرة وكئيبة، بص بقت عاملة إزاي.
كل يوم بيمر بحس ان انا بشوف حياتي معاكي بشكل جديد. كل يوم بيمر بحس ان انا عايز اقولك اسف الف مرة. مش مهم كلمة اسف، المهم انك حاسسها. ايه ده؟ هو انتي لسه ما مشيتيش؟ زينة نسيت السي دي. بقول لك ايه؟ لو عمرو جه دلوقتي تبقى مشكلة كبيرة. اهدي بس بلاش قلق. ليه انت متأكد ان هو مش جاي صح؟ خايف يعرف ان في فلوس بندور عليها؟ فلوس انت كمان؟ مش عايزاه يفتكر ان انا بتمحك بيه. لا من ناحية دي اطمني. ليه؟ هو بيكلم حد تاني؟ نسيني؟ بطل يسأل عليا؟ اكلمه لك طب يجي يقول لك هو بنفسه؟ طب احنا دورنا في كل حتة في البيت ده. لازم بقى نشوف ايه الحتة اللي لسه ما دورناش فيها. الحتة الوحيدة هتكون الحمام يعني. بس هيكون خبى الفلوس فين في الحمام؟ معرفش ورا ايه بلاطة هنا مثلا ولا ايه؟ بلاطة كله بيتغسل، لو أي حاجة منهم كانت ملخلخة كنت أخدت بالي. بتفكري في حاجة؟ بكرهها. أكتر مكان بكرهه في حياتي الحمام ده، ياما وقفت قدام المراية دي أقعد أتفرج على نفسي وأعيط وأتحسر على حياتي. أنت عمرك فكرتي تغسلي ورا المراية دي؟ لسه بتبصي لي؟ أيوه طبعًا أفتكر. شيلي كده من قدام الناحية التانية. معقولة حران؟ لا تصدقي؟ أنا نسيت أنا كنت عايز إيه. عاوز تطمن على زينة أكيد. لسه قافلة معايا في الطريق. يا بختك يا زينة. بختها على إيه؟ عشان رايحة لسمية برجليها؟ أنت عارف أنا أقصد إيه. بختها بيا يعني؟ على ايه برضو؟ ده حتى مشوار زي ده مش عارف اروح بدلها، مش قادر احميها. كفايه حبك ليها، الحب اكبر حمايه لاي ست. بابي اسال. لا استني شويه يا كرم. كراميلا تعالي. اول لما اخلص طبيخ هسالك اللي انت عاوزاه. قولي لي بتحبي المكرونه بشاميل؟ زهقت، جربنا كل حاجه، عيد ميلادي، عيد ميلاده، عيد جوازنا، مفيش اي حاجه نافعه. اكيد هو هيختار باسورد اصعب من كده يعني. فكري شويه، مش كان جوزك ده؟ بس ما تقولش جوزك. فكك طيب من كل التواريخ اللي انت تعرفيها. اكيد هو حتى لو كنت لقيتي الخزنه مش عايزك تفتحيها يعني. فكري كده ايه باسورد مخبيها عنك. ما هو لو مخبيها عني اكيد مش هبقى عارفاها يا فالح. حساب بنك مثلا اكتشفتيه بعد الحادثه؟ ما لقيتش اي حاجه زي دي. وبعدين هو جه انصح من كده بكتير، اكيد مش هيخبي فلوس النصب بتاعته في البنك. اياد انت السر اللي كان مخبيه عني. تاريخ عيد ميلادك ما اعتقدش ان هو فاكره اصلا يعني. طب جرب هتخسر ايه؟ كلمت زينة تاني؟ طب ما تكلمها يمكن تهدى شوية.
لامتى؟ لامتى هفضل متكتف كده؟ لامتى؟ انا جوه البيت وهي بره، لامتى؟ انا مش عارف. خلصت طبقي كله. مش كده يا هشام قدام البنت. تعالي يا حبيبتي ادي بابي بوسة. ايه ده؟ ايه ده؟ حاسس مش عارف. حسن محمد عبد الصبور 5 شارع الاعناب. سمير حسنين ابو الفتوح 15 شارع مكرم عبيد. احمد علي، احنا فتحنا سجل مدني ولا خزنه؟ معرفش، اكيد دول اسامي الناس اللي نصب عليهم يعني. عقد عرفي بين مين ومين؟ للاسف العقد ده بيقول ان وجيه الاشقر كان متجوز. متجوز مين؟ وعايز يتجوزها ويخليها تعيش معايا في البيت تبقى صاحبتي؟ انت الدرجه دي انا هبله؟ انا مقدر والله ان انت مصدومه فيه، ومقدر ان انت صعبان عليكي نفسك اللي عمل فيكي مش شويه يعني، بس مستغرب بصراحه عشمك فيه. انت كنت بتحبيه بجد يا حوريه؟ انا عمري ما حسيت منك بكده. عشم ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ اللي مصدومه منها هي مريهان صاحبتي. لازم تفهم ان الست لما بتنبي توبه راجلها بتتسند على عيالها، لما تبقى عامله زي وما عندهاش عيال بتتسند على اصحابها. ساعتها بقى خيانه الست للست بتوجع اكتر بكتير من خيانه الراجل للست. انا كنت مستعده لدرجه ان انا اطنش كل الهبل اللي هي عملته مع عمرو علشان خاطر في الاول وفي الاخر عمرو مش جوزي. احنا نسينا نفسنا، يلا يا حوريه لازم نمشي يلا. حوريه ايه اللي جابك يا معلم؟ مش قلت وراك شغل؟ فعلا كان ورايا شغل، بس قلبي كان حاسس لما لقيتك اتاخرت قلت اكيد انتوا عاملين لي مفاجاه. انا لازم امشي. لا لا انت فاهم غلط، بس انا حوريه كانت رايحه مشوار فخدتها في طريقي، فقلت لها بس اعدي على بيت عمرو الاول. وافقت وقالت لي ما اجيبلكش سيره وبتاع. ماشي طيب، انت عايز اي حاجه؟ ايه ماشي. ايه؟ مش تاخد الساكس؟ اه الساكس سقط، معلش ممكن تجيبه لي؟ ماشي. شكرا. ايه؟ ايه؟ مفتاح. مش عارف مالي النهارده مسقط كل الحاجات. شكرا يا حبيبي. سلام. تهدى يا مجدي، وترتني. شفتي؟ قلت لك مش هتيجي. انت فاكره اول ما تقولي لها هات السي دي تروح هي جايبه لك السي دي؟ اه. لا طبعا، لو ناويه تيجي كان زمانها هنا في ميعادها. بس مفيش ست بتوصل في ميعادها يا مجدي. اهدى. انا وصلت خلاص. زينة بلاش. ارجعي. خلاص انا هسيب الخط مفتوح زي ما اتفقنا. ماشي يلا.
اهلا اهلا يا زينه. اقعدي. ها جبتي؟ اتفضلي. طب امشي انا دلوقتي. تمشي تروحي فين؟ مش لما نفتحه الاول؟ هو انا مالي؟ مش ده السي دي اللي حضرتك طلبتيه وانا جبتهولك، مطلوب مني ايه تاني؟ ومالك خايفه كده ليه؟ لا واخاف من ايه؟ اهو. دلوقتي هنشوف لي على السي دي وبعد كده تروحي لبنتك وكأن مفيش حاجه حصلت. اه يا ريت، عشان بوخت قوي الصراحه. ده ايه ده ان شاء الله؟ انت بتخميني يا زينه؟ بتلعبي بصبايا؟ فين الفيديو؟ فيديو ايه؟ مش انت كنت عايزه السي دي اللي خدته من ام رامي؟ اهو عندك اهو. لا هتتذاكي علينا؟ ده انا اتفرج مكانك هنا. بقولك ايه؟ مش احنا اللي يتلعب بينا من واحده زيك، انت فاهمه؟ شيل ايدك. وبعدين انا اعرفك انت مين وبيني وبينك ايه عشان العب معاك؟ بقول لكم ايه؟ انا ممكن ابلغ عنكم دلوقتي حالا. هو الفيديو اللي انت عايزاه ده المفروض فيه ايه بالظبط؟ لا ولا حاجه، بس عارفه لو عرفت انك لعبتي بيا يا زينه هعمل ايه؟ هتعملي ايه يعني؟ هسيبك لخيالك. سمعت؟ خلاص خرجتي؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طب يلا اقفل بقى عشان اعرف اسوق. طب خلي بالك على نفسك، سوقي على مهلك. ماشي خلاص ما تقلقش، الحمد لله عدت على خير. يلا سلام. الحمد لله سلام. ما شاء الله وشنا منور النهارده. ازيك يا عم لطفي؟ صباح الخير يا بنتي. صباح الخير يا حبيبي. مش واخد حاجه النهارده، معدتي تعبانه ومش قادر ارجع ريقي. بقى كده بقى وانا بقول عليك شاطر، هم قرصين هديك قرص قرص. ماشي يلا. لا مش هقدر عشان خاطري. يلا ادي اول قرص اهو، وهناولك الميه كمان يا سيدي. يلا شاطر. التاني بقى عشان لا عشان خاطري، وانا مش ليا خاطر عندك عشان خاطري. يلا يلا بالشفا يا رب. شاطر. اه عامل نفسك نايم عم احمد. يلا عشان تاخد الدواء. يلا صباح الخير عم احمد. عم احمد يلا عشان تاخد الدواء. عم احمد. عم احمد. عم احمد. انت ازاي سبتيها تمشي؟ انا مش فاهم. اعمل لها ايه يعني؟ دي بتهددنا، بتهددنا تبلغ عنا، بتهددنا احنا. ولا هتعمل حاجه. اللي زي زينه دي كل همها تربي بنتها، ولا هتروح ولا هتيجي. طب والفيديو؟ الواضح ان الفيديو ده ما كانش مع ام رامي اصلا. الست يوميها قالت لها خدي صور جمصه، وفعلا لما فتحنا الزفت لقينا صور جمصه. انا رحت بنفسي هناك وشفت كارما طلعت بعلبه رامي وكانت مضيعاه فعلا. ايه البساطه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش من ساعتين بس. واضح ان الحكايه من كتر بساطتها عقلنا رافض يتقبلها،
عشان مركزين مع الفيديو عايزينه، بنينا في خيالنا كده حاجات ملهاش اساس. ادينا رجعنا تاني نقطة الصفر. ها فين بقى الفيديو؟ مع الراجل اللي ضربك عند روما. شفتي صدقتي بقى انه راجل؟ راجل ولا ست؟ المهم نلاقيه. بس انا مش فاهماه لغايه دلوقتي، هو ليه ما ابتزناش وهددنا بيه لغايه دلوقتي؟ هو ده برضه هيجنني. المشكله دلوقتي يا مجدي ان انا بجد لو ما لقيتش الفيديو ده مش عارف انزل دواء الجديد للسوق، وانت عارف فيه خساره ليا قد ايه. معلش لغايه ما الابحاث اللي بنعملها عليه تخلص نلاقي الفيديو وتنزليه السوق كمان. اوعي تفكري في اي خسائر طول ما انا موجود. الو. ايوه يا شريف، انا الحمد لله. انت مال صوتك؟ بتقول ايه؟ حاله وفاه جديده؟ اوكي يلا هخلي مجدي يجيلك حالا. ماشي، باي.